بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا موضوعنا اليوم هو عن الفوائد الصحية الرائعة والمذهلة لتناول ثمار الرمان يحتوي الرمان ضمن تركيبه العجيب على حمض أميني هام ونادر الوجود هو الأوميجا خمسة ومتوفر في بذور الرمان وزيت بذور الرمان الباهظ الثمن طبعا احنا بنشرب العصير وبنكب البذور للاسف ولاهميته العلاجيه فهو قد اصبح يعتبر منتجا جديدا ونوعيا حيث يحتوي على تركيبه كربونيه ثلاثيه تعطيه قوه ومتانه واقوى وباكثر من 36 مره من الانواع الاخرى من احماض الاوميجا الاخرى فهذا الحمض الاميني الهام يعطي اولا الحيويه للجسم ويقوي نشاط اعضاء الجسم وذلك عن طريق زياده نشاط الدوره الدمويه ثانيا يعتبر من أفضل المركبات المقاومة للشيخوخة وذلك عن طريق تحفيزه لتجديد خلايا الجسم بشكل خاص وتجديد خلايا الجسم بشكل عام. ثالثاً يعطي مقاومة للآلام المزمنة وذلك مثل آلام المفاصل والعضلات والدورة الشهرية بالإضافة إلى أنه يساعد بتخفيض مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار والسكر في الدم. رابعا يساعد أيضا في تخفيف الوزن وخصوصا عند أولئك الأشخاص الذين يصعب تنزيل وزنهم بشكل طبيعي وبطيء وبدون أي آثار جانبية خامساً يعتبر مركب الينوسيك اسيد والموجود بكثره في احماض الاوميجا خمسه من المركبات المضاده للاكسده والتي تعمل على مقاومه ظهور الجذور الحره وسرطان الثدي والبروستات والاورام الخبيثه بشكل عام. سادساً يعمل وبإذن الله على تعزيز صحه الجهاز المناعي وصحه القلب والعظام. قال تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان أدام الله عليكم نعمة الصحة والعافية حبيبنا بانتظار رأيكم وتعليقكم على هذا الموضوع لا تدعها تتوقف عندك شاركها ولك الأجر والثواب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله